حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. توقع تقرير لموقع بلومبرج الأمريكي عودة الاحتجاجات إلى الشارع العراقي بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، مشددا هذه المرة أن التظاهرات ستكون أشد مما كانت عليه في السابق، وحذر من تسلم زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي مقاليد الحكم في البلاد. وذكر التقرير أيضا أن العراق يواجه صيفا مشوبا بالسخط. إن حدوث حالة عدم استقرار مزمن في بلد يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك هو آخر شيء يمكن أن يفكر به أي شخص على نحو جلي في ظل تصاعد أسعار النفط. واستطرد التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون في مواجهة معضلتين، مشددا على أن أي خسارة لتجهيزات العراق النفطية ستفشل جهود تخفيف أسعار النفط في السوق العالمية التي تسعى لها الإدارة قبيل موعد الانتخابات الفصلية هذا الخريف. وتوقع أن يشكل ذلك عودة لرئيس الوزراء الأسبق نور المالكي التي اتسمت دورتاه السابقتان 2006 و2014 بمدى توسع النفوذ الإيراني في البلد. ويسترسل التقرير أن أسابيع وحتى أشهر قد تمر قبل التمكن من تشكيل حكومة جديدة، وأوضح أن إيران ليست في عجلة من ذلك، وإذا ما فشلت مفاوضات الاتفاق النووي الذي يعتبر احتمالا قويا فإن إيران ستستغل الوضع في العراق لإثارة المشاكل إزاء الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. ومضى التقرير إلى أن الاضطرابات وإذا ما تسببت بعرقلة تدفق النفط العراقي للسوق العالمية فإن ذلك سيلائم إيران باستفادتها من ارتفاع الأسعار التي ستوفر لها عوائد مالية ضخمة. إلى مقال الكاتب محمد حميد رشيد في صحيفة المدى، ذكر فيه أن هناك مساعي مقصودة لإضعاف الدولة بكل أجهزتها من أعلى هرم الدولة إلى كل مؤسساتها ووزاراتها. دولة بلا رؤية اقتصادية واضحة وبلا هيكلية مستقرة، وقد فرغت من الكفاءات والخبرات وبنيت على أساس الولاء على حساب الخبرة والكفاءة والمسؤولية، فهي مخترقة في بعض مفاصلها من قوى فاسدة ومسلحة وبأغطية مختلفة وسلاح منفلت هو معتصم، وكل مسؤول يعتصم فيها بحزبه ومن رشحه ويعتقد أن قوته بقوة حزبه وأن سلطات حزبه تعلو على القانون وعلى المسؤولية وعلى الدولة. أصبح من المعتاد أن يتدخل رؤساء الكتل والأحزاب بعمل الوزارات بموجب المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية التي تتقاتل عليها الأحزاب هذه الأيام في تقييد قرارات الوزراء أو إطلاقها أو تحريض الوزراء على الاستقلال في قراراتهم. قال إحسان عبد الجبار وزير النفط خلال استضافته بمجلس النواب في 19 من إبريل 2022 بحسب مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي تخبل وزعل وقاطعني لعدة أيام بسبب قيامي بإلغاء العقود الجاهزة مسبقا خاصة بمشروع ميناء العقبة، مع البيان أن العقود سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء. أما تهميش الوزارات فيتحدث عنه وزير الإسكان والصناعة الأستاذ محمد صاحب الدراجي قائلا: أما في وزارة الصناعة ففيها الأمر مضحك، لأن الفساد فيها ليس في موضوع الكوميشن بل في عدم الإنتاج، بمعنى آخر أنت لا تنتج وهناك جهات تعطيك فلوسا لمجرد أن توقف المعامل. وهو يقول وباختصار شديد: العراق تحكمه مجموعة سلطات ليست فيه مقومات الدولة. ويقول عن آخر منصب له: الصناعة الحربية في العراق واقع موجود ولكن هناك الكثيرين لا يريدونه،
ويقول وبمنتهى الوضوح والصراحة: مربع الشر هو الدول التي تصدر للعراق، والتجار ومجموعة من السياسيين الذين دخلوا في عمليات فساد ممنهج، وبعض أجهزة الإعلام. نقرأ مقالا في الصحيفة العربية الجديد بعنوان: لابد في ظل التعقيد الشديد الذي تمر به القضية الفلسطينية من مراجعة حقائق أساسية. ذكر فيه الكاتب هذه الحقائق التي تحدد الواقع القادم واستشراف الفرص والوسائل والأهداف الضرورية لتغيير هذا الواقع لمصلحة الشعب الفلسطيني. وبدأ بالحقيقة الأولى أن شراسة كيان الاحتلال في التوسع الاستيطاني والاعتداءات الفاشية على الشعب الفلسطيني والتكريس الوقح لنظام التمييز العنصري تعود إلى استمرار الخلل في ميزان القوى لمصلحته. أما القضية الثانية فهي تغيير ميزان القوة لمن ذلك لن يصير من دون تبني استراتيجية وطنية كفاحية تناهض الاحتلال والنظام العنصري وتنظم خوض كفاح شعبي واسع وموحد ضده. أما الثالثة فهي مواصلة المراوحة في نفق اتفاق أوسلو والمراهنة على مفاوضات لم تحدث أو على دور أمريكي لا يمكن أن يتجاوز حالة الانحياز المطلق لإسرائيل. هذه المراوحة تدور في الفراغ وهي مراهنة على سراب. وفي محاولة استشراف الفرص والمستقبل يبدو جليا أن ميزان القوى المختل لمصلحة إسرائيل قابل للكسر إن توافرت عناصر الاستراتيجية الناجحة لدى الفلسطينيين، وأولها التخلي عن أوهام الماضي بإمكانية الوصول إلى حل وسط مع الحكومات العنصرية اليمينية الإسرائيلية ومع الحركة الصهيونية، والاستعداد لتبني نهج وطني مقاوم وليس متفاهماً أو منسقاً مع الاحتلال وأدواته، أي تبني استراتيجية وطنية كفاحية بديلة لنهج الماضي الذي فشل. وثانياً إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية على أساس الاستراتيجية المذكورة وبآلية الشراكة الديمقراطية التي لا ينفرد فيها أي فرد أو فصيل أو تنظيم بالقيادة أو بادعائها. وثالثاً استعادة ثقة الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة للرئاسة ومجلس وطني فلسطيني جديد بجزئيه في الخارج والداخل، المجلس التشريعي بين مزدوجين يعيد إلى منظمة التحرير الفلسطينية هيبتها ودورها النضالي، ويعزز قدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني لمنع أي محاولة للمساس بحقوقه ودرء أي ادعاء من أي طرف كان بقدرته على الحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني وعن ممثليه الحقيقيين. ورابعاً بناء تكامل حقيقي بين مكونات الشعب الفلسطيني ونضالها في الداخل والخارج والأراضي المحتلة، تكامل يجسد حالة الوحدة التي عاشتها القدس وفلسطين في معارك القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح. إلى صحيفة ساندي تايمز البريطانية التي نشرت تقريرا لمراسلتها في إسطنبول لويز كالغان بشأن استغلال حزب جديد الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، وقالت إن هذا الحزب هو النسخة التركية لحزب الاستقلال البريطاني الذي استخدم ورقة الهجرة ودعوة إلى إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن أوميت أوزداغ ظل مثيرا لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، وظل مثيرا جزءا من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي، وباتت رسالته المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية، إذ يدعو إلى إرسال ملايين اللاجئين في تركيا الذين استقروا فيها إلى حيث جاءوا. أوزداغ زعيم حزب صغير اسمه الظفر أو النصر، يعمل على دفع قادة الأحزاب الرئيسة لتبني رسالته المعادية للأجانب وعبر منصات التواصل الاجتماعي التي تعطي الأتراك هدفاً ناعماً لتحميل الآخرين مشاكلهم الاقتصادية. وفي لقاء مع الصحيفة بفندق راق في إسطنبول قال أوزداغ المحاضر الجامعي السابق: لدينا الكثير من المشاكل في تركيا، ولكن مشكلة اللاجئين هي الأهم،
وتحدث أوزداغ بلغة إنجليزية واضحة رشيقة أن اللاجئين ليست مشكلة أمن قومي، بل هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية الحالية. ورغم الإعلان عن تأسيس الحزب في العام الماضي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة الدعم له هي 1.5%، وتقول الصحيفة إن الصورة القاتمة التي يقدمها فيلم أوزداغ هي نفسها التي يحملها أتباع اليمين المتطرف في أوروبا، غزو رجعي ومعاد للمرأة. وقالت الصحيفة إن مزاعمه بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة، فقد رفض أثناء المقابلة تقديم أي معلومات أو أدلة دامغة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها، مكتفيا بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية لا يستطيع الكشف عنها، وسواء كانت مزاعمه قائمة على معلومات صلبة أم لا، فإن أوزداغ يحاول استخدام الشك الموجود تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء والذي تفاقم في الفترة الأخيرة. إن اللاجئين السوريين تعرضوا للشيطنة بسبب سياسيين مثل أوزداغ. توقعت أجهزة مخابرات غربية أن يستنفد الجيش الروسي قدراته القتالية قريباً ويضطر إلى إيقاف الهجوم في إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا. وكشف مسؤول غربي لصحيفة واشنطن بوست أنه سيأتي وقت تصبح فيه التطورات الصغيرة التي تحققها روسيا غير مستدامة في ضوء ما تتكبده، وستحتاج إلى وقفة كبيرة لاستعادة قدرتها. وتأتي هذه التقييمات على الرغم من التقدم الروسي المستمر ضد القوات الأوكرانية، بما في ذلك الاستيلاء على مدينة سيفيردونسك، تمثل هذه المدينة أكبر مركز حضاري تسيطر عليه روسيا في الشرق منذ شن هجوم إقليم دونباس الأخير قبل نحو 4 أشهر، ويمثل ذلك أيضا تحولا في ساحة المعركة في شرقي أوكرانيا بعد أسابيع لم يسفر فيها تفوق العتاد الروسي سوى عن مكاسب محدودة. من المرجح أن تنظر روسيا إلى سيطرتها على سيفيرودونيتسك على أنه تبرير لتحولها من محاولتها المبكرة في حرب خاطفة إلى هجوم شرس لا هوادة فيه باستخدام مدفعية ضخمة في الشرق. ومنذ فشل هجوم القوات الروسية على العاصمة كييف في آذار مارس فيما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة، فقد ركزت موسكو ووكلاؤها على الجنوب ومنطقة دونباس، وهي منطقة شرقية مكونة من لوغانسك وجارتها دونيتسك. وقال مسؤول غربي كبير إن هذا التقدم الزاحف يعتمد كليا تقريبا على إنفاق كميات هائلة من الذخيرة، لا سيما قذائف المدفعية التي يتم إطلاقها بمعدل لن يتمكن أي جيش في العالم تقريبا من تحمله لفترة طويلة. غير أن روسيا لا تزال تعاني خسائر فادحة في المعدات والجنود، ما يثير تساؤلات حول المدة التي يمكن أن تستغرقها في الهجوم بحسب ما قاله المسؤول. ويرفض المسؤولون تقديم إطار زمني، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشار هذا الأسبوع نقلا عن تقييمات استخباراتية إلى أن روسيا ستكون قادرة على مواصلة القتال فقط للأشهر القليلة المقبلة، ثم قال في مقابلة مع صحيفة زود دويتشة سايتونغ الألمانية: يمكن لروسيا أن تصل إلى نقطة لم يعد فيها هناك أي زخم للأمام لأنها استنفدت مواردها. إلى صحيفة تلغراف البريطانية التي كشفت عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إقالة قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دوبرنيكوف الملقب بجزار حلب، وذلك بسبب بطء تقدم القوات الروسية في إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن تقارير أفادت بأن دوبرنيكوف الذي اختير لقيادة الهجوم في شرق أوكرانيا في شهر نيسان أبريل الماضي شوهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين، وبينت أنه إذا تأكدت أنباء وكالة دوبرنيكوف فإن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية في وقت قصير، مما يشير إلى أن بوتين غير راض عن تطورات الحرب في أوكرانيا.
الكرملين أقال مؤخراً العديد من الجنرالات بمن فيهم الجنرال دوفورنيكوف وقائد القوات المحمولة جواً الجنرال أندري سيرديوكوف وفقاً للصحيفة، ولم يصدر الكرملين أي تعليق بخصوص هذا الموضوع، لكن الصحيفة تذكرت أن كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول استياء بوتين من أداء دوفورنيكوف. ونقلت تلغراف عن الباحث المشارك في معهد رويال يونايتد في لندن سامويل راماني قوله إن الجنرال دوفورنيكوف ربما استغرق وقتا طويلا من أجل احتلال دونباس التي كانت أولوية لبوتين منذ فشله في الاستيلاء على كييف في مارس الماضي. وتعد إقالة دوفورنيكوف أحدث سلسلة في الاضطرابات التي تشهدها القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا. ففي مارس الماضي تشير الصحيفة إلى أن بوتين شعر بالإحباط بسبب فشل قواته في احتلال كييف ليقيل 8 من كبار جنرالات الجيش الروسي. وبحسب تقرير سابق للصحيفة البريطانية فإن سقوط حلب ثاني أكبر مدن سوريا كان راجعاً إلى حد كبير إلى الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بشكل روتيني المستشفيات والمدارس والطوابير الخبز وغيرها من أعمدة الحياة المدنية، ومنذ ذاك أطلق عليه لقب جزار حلب. كشفت شركة أمازون العالمية العملاقة عن أول روبوت خارق وهو ألو إنسان آلي مستقل في العالم، كما وصفته الشركة سوف ينضم إلى جيش العاملين لديها للمساعدة في أعمال التحميل والتنزيل ونقل البضائع وإدارة العمليات اللوجستية داخل المستودعات الكبرى للشركة. وعلى مدار العقد الماضي عملت أمازون على بناء جيش من موظفي روبوت لفرز الحزم ونقل المنتجات بأمان حول مستودعاتها، ولكن هذا الروبوت الجديد الذي كشفت عنه الشركة أخيرا يحمل اسم بروتوس تصف أمازون بأنه أول روبوت متحرك مستقل تماما. يستخدم هذا الروبوت تقنية أمازون الخاصة بالسلامة والإدراك والملاحة للتنقل باستقلال وتجنب الاصطدام بالعاملين من البشر. هذه مجموعة مختارة مشاهدينا من الرسوم الكاريكاتيرية. في نهاية جولتنا الصحفية لهذا اليوم في صدى الأقلام، نرى فدائين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.